بسم الله الرحمن الرحيم، ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ اهلا بيكم في حلقة جديدة على قناتكم قناة ترابلاستر او بريق السفر. لو انت اول مرة تشوفني معاكم عمر الغندور، انا بقدم حلقات وفيديوهات عن الهجرة والسفر لكل دول العالم. ولو ما شفتش الحلقة اللي فاتت بتاعت برنامج الهجرة للمقاطعات الاطلسية في كندا، هسيبهولك فوق في علامة الاي، لان هو برنامج مهم جدا وفرصة ليك ان انت تقدر دلوقتي تدخل بيه كندا. ولو انت لسه ما اشتركتش في القناة، يا ريت تشرفني باشتراكك في القناة وتفعل الجرس على الكل عشان يوصلك كل حصريات الهجرة والسفر. وبطلب منكم تعملوا لايك للفيديو ده دلوقتي، عايز يوصل ل400 لايك عشان يقدر يوصل لأكبر عدد ممكن من الناس تستفيد بيه. وهنعرف بعد الانترو القصير ده هديتي ليكم بمناسبة وصول عائلة قناة ترافلستر بريق السفر ل7000 مشترك. هديتي ليكم النهاردة هتكون حلقة عن دولة سانت فينسنت والغرانداينز. هنشوف النهاردة بعد الانترو القصير ده ازاي تقدروا تدخلوا ليها بدون فيزا. خليكم معايا. طبعا زي ما انتوا عارفين، كل المواقع اللي هقولها في حلقة النهاردة هتلاقيها في التعليق المثبت اسفل الفيديو، مع فيزا ترانزيت امريكا لو احتجت ليها في التعليق المثبت. ولو سؤالك ما تجاوبش عليه في الحلقة، اسألني في التعليقات وهرد عليك في خلال 24 ساعة. خلينا ندخل في الموضوع على طول ونبص على جواز سانت فينسنت اند ذا غرانداينز. في باسبورت اندكس هنلاقي ان هو بيدخل 144 دولة من غير فيزا تماما، او بفيزا اون ارايفل، او بنظام الاي تي اي. زي ما انتم شايفين، اوروبا كاملة بيقدر يدخلها جواز سفر دولة سانت فينسنت، وامريكا الجنوبية ودول كتير في اسيا وافريقيا، باجمالي 144 دولة بدون فيزا. لو انت عايز تعرف معلومات اكتر عن دولة سانت فينسنت والغرينداينز، هسيبها لك في المواقع اللي هتكون موجودة معاك. هي من دول الكاريبي وعملتها الايسترن كاريبيان دولار او الدولار الكاريبي، ومتوسط الرواتب فيها من على موقع نامبيو حوالي 680 دولار. اللغة الرسمية لسانت فينسنت والغرينداينز هي اللغة الإنجليزية، وكمان عدد سكان الجزيرة مش كبير، حوالي 112 ألف نسمة. لينا نشوف الدول اللي تقدر تدخل دولة سانت فينسنت والغرينداينز بدون فيزا تماما لمدة 30 يوم. أول دولة معانا هي مصر. هنلاقي زي ما انتم شايفين سانت فينسنت والغرينداينز فيزا فري 30 يوم. لو جينا نشوف تاني دولة معانا هنلاقيها المغرب. هنلاقي سانت فينسنت والغرينداينز فيزا فري برضو 30 يوم، يقدر يدخلها مواطنين دولة المغرب من غير فيزا. لو جينا نشوف جواز سفر الجزائر، هنلاقي سانت فينسنت والغرينداينز 30 يوم من غير فيزا. برضو معانا هنا جواز سفر دولة تونس، بيدخل سانت فينسنت والغرينداينز من غير فيزا. هنلاقي آخر جواز سفر معانا جواز سفر دولة سلطنة عمان، يقدر يدخل سانت فينسنت زي ما انتم شايفين من غير فيزا لمدة 30 يوم. طيب لو انت من الدول اللي هي من على موقع سانت فينسنت الرسمي، دومينيكان أو سوريا أو إيران أو لبنان أو نيجيريا، الصين، هايتي وأفغانستان، يعني دول قليلة جدا زي ما انتم شايفين اللي هي بتحتاج فيزا عشان تدخل سانت فينسنت. احنا هنتكلم عن سوريا والعراق ولبنان لان هي دي الدول العربية اللي تهمنا. ونعرف ايه متطلبات الفيزا عشان تدخل دولة سانت فينسنت. هنلاقيها سهلة جدا، بتحتاج ابليكيشن فورم. الابليكيشن فورم بتقدر تحملها من هنا، وده الموقع الحكومي الرسمي لجزيرة سانت فينسنت والغرينداينز في الكاريبي. ابليكيشن فورم بتملاها وبتطبعها، وصورة من جواز السفر بتاعك، وصورتين شخصيتين فيما من صور مقاس الباسبور، وطاب دعوة بتجيبه من سانت فينسنت، وشهادة عدم محكومية او شهادة الفيش ان معلكش احكام جنائية، وحساب بنكي.
طبعا احنا هنا بنقول الحساب البنكي للدول اللي هي دي سوريا والعراق ولبنان، انما الدول اللي انا اتكلمت عنها ان هي تقدر تدخل سانت فينسنت من غير فيزا مش محتاج معاك حساب بنكي، اي فلوس معاك في المطار هتكون كافية ان انت تدخل بلاد، وده مش شرط اساسي. فزي ما العنوان الصورة المصغرة بيقولوا انت مش محتاج كشف حساب بنكي ومش محتاج شهادة ولا لغة غير الانجليزية، وبتحجز الطيران وبتسافر على طول، وكل ده هنشوفه بعد شوية. خليكم معايا، ولو شايف ان الدولة مختلفة والمعلومات مهمة اديني لايك واشترك في القناة وفعل الجرس على الكل، ويلا بينا نكمل. بتعمل لهم الابليكيشن فيه ب$200 وتحويل زيادة $96، بتعملهم على الحساب البنكي، بيانات الحساب البنكي اللي بتعمل عليه التحويل البنكي لرسوم الفيزا اهو، بترفق معاه بقية الاوراق دي وبتوصلك الفيزا يا اما بالفيدكس او بالدي اتش ال او الاكسبريس ميل او اي حاجة تانية انت تختارها. وده الموقع الحكومي الرسمي بتاع سانت فينسنت. هنيجي هنا للسؤال المهم، انا اللي هدخل البلاد من غير فيزا لمدة شهر، طيب ازاي اقدر ان انا اقعد في البلاد بعد شهر عشان احصل على الاقامة، يا اما بتأسيس شركة المسؤولية المحدودة او بالعمل او الدراسة. أسيب لك موقع تأسيس شركة المسؤولية المحدودة بحد أدنى 3000 يورو في سانت فينسنت وغرانداينز، وبتدفع رسوم إضافية على حسب نوع الشركة اللي انت هتعملها وعلى حسب الابليكيشن بتاعك. الطريقة التانية اللي هي العمل هسيب لك برضو في مقال ترافلستر كل مواقع التوظيف الخاصة بسانت فينسنت والغرينداينز، وبالنسبة للدراسة هسيب لك كل مواقع الجامعات في سانت فينسنت او المنح الدراسية اللي انت تقدر تقدم عليها عشان تضمن استمرار إقامتك في البلاد. طبعا انت ممكن لما تروح هناك لو عندك حل تالت، لو انت مش متزوج تقدر ان انت تتزوج هناك وتحصل على الإقامة وتأثر الوقت بتاع حصولك على الجنسية. هنيجي هنا لنقطة مهمة جدا، وهو تحذير ان دولة سانت فينسنت والجرينداينز مش بتبيع الجنسية بتاعتها، وده من الموقع الرسمي لشركة جولدن فيزاز المتخصص ببيع الجنسيات وبرامج الاستثمار. يعني هنا بيقول لك برامج الاستثمار في أنتيجا بربودا اللي احنا عملنا عنها حلقة، دومينيكا عملنا عنها حلقة، جرينادا، سانت لوثيا، سانت كيتس ونيفز اللي احنا عملنا عنها حلقة برضو. هتلاقي ان هنا كاتب لك ان سانت فينسنت وجرانداينز مش بتدي الفيزا بتاع مش بتدي الجنسية بتاعتها بالاستثمار في الوقت الحالي، فعشان محدش يضحك عليك ويقولك ان انت ممكن تحصل على الجنسية بتاعتها او تشتري جواز السفر بتاعها، كل ده كلام غير صحيح. انت لازم عشان تحصل على جنسيتها يا اما ان انت تكون متزوج او تقيم في البلاد لمدة 9 سنوات، مجموع اقامتك في البلاد تكون 9 سنوات عشان تحصل عليها، لان هي مش بتبيع جنسيتها دولة سانت فينسنت والغرانداينز. هنيجي دلوقتي لآخر نقطة مهمة في الحلقة، وهي الطيران بتاعها. الطيران بتاع سانت فينسنت لازم انت تاخد بالك من الترانزيت فيه، يعني انت مثلا لو هتعمل ترانزيت في JFK اللي هو مطار جون كينيدي او ترانزيت في لندن، هتحتاج يا اما فيزا ترانزيت امريكا يا اما فيزا ترانزيت لندن، ومعمول حلقات على القناة هتلاقي في التعليق المثبت حلقة عن فيزا ترانزيت أمريكا وفيزا ترانزيت لندن، عملت حلقة عنها جزء من التعريف بتاعها في حلقة أنتيجو بربودا. هتلاقي إن الترانزيت اللي في أمريكا أسعاره أقل، يعني عندي هنا مثلا سعر الرحلة دي 22,468 عشان الترانزيت في أمريكا. هتلاقي فيرجن اتلانتيك ايرويز ديت برضو تقريبا تبع امريكا، هتلاقي الترانزيت بتاعها في لندن وفي باربادوس وفي شرم الشيخ ب 22,783. لو انت عايز ترانزيت بره امريكا وبره لندن هتضطر ان انت تدفع سعر اعلى للرحلة، يعني هتلاقي سعر الرحلة فرق معاك. يعني زي ما انت شايفين كل ما احنا بننزل لتحت هندخل مثلا على لوفتهانزا ومصر للطيران وامريكان ايرلاينز، هنلاقي ان الرحلة عمال
سعرها يزيد معانا يعني. فانت يعني على حسب بقى انت عايز ايه يعني. لو عايز ترانزيت يبقى في امريكا، هتحتاج فيزا ترانزيت امريكا وتشوف الحلقة بتاعتها وتقدم عليها. لو فيزا ترانزيت لندن هتحتاج برضو تاخدها وبتختار المناسب ليك. لو شايف ان سعر الرحلة عالي ممكن تغير التواريخ بتاعت الرحلة. يعني انا هنا مختار الخميس 1 ديسمبر، عشان كده جايب اسعار دي معايا. لو انت غيرت التواريخ، لو قربت مثلا من رأس السنة السعر هيزيد. كل ما بيكون في عيد او مناسبة عالمية الاسعار بتزيد معاك. لو ايام عادية ما فيهاش اجازات، ما فيش ناس بتسافر فيها، هتلاقي الاسعار بتقل معاك. لو انت عايز تجدد اقامتك في سانت فينسنت والجرانداينز، ممكن تجدد اقامتك او تعمل رينيوال او تجديد للاقامة بتاعتك. ده كله عادي، مفيش اي مشكلة، من خلال مكاتب شؤون الهجرة هناك. ودي كانت نهاية حلقة النهاردة، اتمنى ان هي تكون عجبتكم. لو عجبتكم حلقة النهاردة اشترك في القناة وفعل الجرس على الكل واعمل لايك للفيديو ده دلوقتي، واستنوا في الفترة اللي جاية مجموعة حلقات وفيديوهات مهمة جدا ودول مختلفة على قناة حصريات السفر ترافلاستر، بريك السفر. وشكرا ليكم ومتابعتكم، اتشرف بيها ومع السلامة.